Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to your own Quran channel. Jazakumullahu khairan for being here. Only 18 days left for Ramadan. I hope you are doing your spiritual preparation through learning the Quran with practical tajweed and connecting to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to recite from Surah Ala Imran, Ayah 154, with two modes of slow and fast recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم ثاء with the tip of the tongue, not ثم, and then ميم, شده, hold it, ثم أنزل أنزل علي لا ودي لي عليكم ميم here ميم with the ميم با after نون ساكن so the با turns into ميم the role of إقلاب ميم باع با ودي عين بعد الدال والدلام غم hold it again أمانة تا with the two فتحة on the top after that نون from يرملون so connected make it غنة أمانة نعاسي again إدغام rule scene is connected with the سيغ نعاسا يغشى يا سايلنت يغشى طائفة تم تا again with the meme تم طائفة منكم وطائفة طائفة قد أهمتهم أ and then how with the meme هم then meme with the term مت أهمتهم أنفسهم يظنون ضاء is heavy with the noon غنه يظن نون with the واو extended نونا not نونا يظنون بالله not بالله soft بالله غين with the غير ال with the لام حق غير الحق ظن الظا heavy with the نون غنة ظن hold it نون ظن الجاهلية we stop it this تا مربوطة turns into ها جاهلية يا يقولون هل لنا من ال نون الدلام and then همزة والدميم أمر من شيء قل إن الأمر كله ها make it مد هو
كله لله. Like بالله soft. It's also يخ يَا first and then خ second. يخفون يخفون في أنفسهم أنفسهم ما لا ما لا يبدون. دال ودو دو يبدون لك. When we stop, the calf becomes sukun. We stop like لك يقولون. Yeah, quick and then قو دو long لو دو long. يقولون لو كان لنا لام كويك نون لنا لنا من من الأمر شيء همزة والدميم شيء ما قتلنا قتلنا ها هنا. This is ها with the small ألف. ها هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز ال زل لبرز الذين كتب عليهم القتل عليهم القتل إلى. Yeah, silent lam with the small alif long. لا إلى مضى heavy مضاجعهم وليبتلي الله وليبتلي الله ما في صدوركم صدوركم وليمحي ميم ودحى محص وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات تاود الصاد هذه تصدور. We stop here إن شاء الله. Recite the faster mode together. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.